ويقولون أنها وصفة كتبها طبيب الاقتصادات المنهكة. اخفض قيمة عملتك لتدخل سوق المنافسة مع العملات الأخرى، سيقل الاستيراد وتنتعش الصناعة والزراعة، وتشعر العملات المجاورة بالخوف وتهرب من المواجهة. يقول ذلك بعض الباحثين مدافعين عن قرار خفض قيمة الدينار أمام الدولار، ويضيفون أن الآثار السلبية تتراوح بين 6 أشهر وسنة، وبعدها تحصد الثمار. يقال ذلك فيجيب المتشائمون أن ذلك يصح في بلدان مستقرة لديها بنى تحتية سليمة وبيئتها تخلو من الفساد، والعراق ليس كذلك أبداً. أين الكهرباء التي تطلبها الصناعة؟ أين العمال المهرة والإسطوات والأسواق والطرق؟ بل أين القوانين التي تحمي المستثمر من وحوش الفساد وغيلانه؟ عدا هذا، فإن تخفيض قيمة العملة لم ينزل إلى الميدان وحده، فمعه مقترح تخفيض مخصصات الرواتب، وبالنتيجة سوف تشعر الطبقة الوسطى بالخطر وتفقد أمانها النسبي الذي كان يحققه لها الراتب، علماً أن الراتب المشؤوم هذا عليه متطلبات شهرية تأكل من جرفه الكثير. فهنالك مولدة الكهرباء وشحن خط الإنترنت، ولا تنسوا أدوية كبار السن، ضحايا الضغط والسكر وأمراض القلب. هنالك أيضاً أجور المدارس الخاصة والمدرسين الخصوصيين، وكل ذلك ما كان له أن يثقل كاهل المواطن لو أن الدولة طبيعية وتؤدي واجباتها مثل باقي دول المعمورة. نعم، هي وصفة طبيب اقتصادي قد تكون نافعة بعد حين، لكنها الآن علاج مر، علاج قد لا يتحمله الوضع الاقتصادي المربك، خصوصا أننا في الطريق إلى الانتخابات وعلى الأجساد جروح لم تندمل بعد. هل وصلت الرسالة؟ نأمل ذلك.